ندي فكره عن الحمله وموقف مصر بالنسبه لشلل الاطفال. اعلنت منظمه الصحه العالميه مصر خاليه من مرض شلل الاطفال ده عام 2006، حيث سجلت اخر حاله شلل الاطفال في عام 2004. بتقوم وزاره الصحه والسكان بتنفيذ العديد من الانشطه، منها هو الهدف منها الحفاظ على مصر خاليه من مرض شلل الاطفال، وايضا منع وفاده الفيروس او فيروس شلل الاطفال من الدول المتوطن بها المرض او الدول المتاثره بالتفشيات الوبائيه. بتتضمن هذه الانشطه الحفاظ على تغطيه الاطفال بالجرعات التطعيميه الوارده بجدول التطعيمات بمصر، حيث يتم تطعيم جميع الاطفال بعدد 7 جرعات للطعم الفموي ضد شلل الاطفال عند الميلاد وعند شهرين و4 شهور و6 شهور و9 اشهر وسنه ونص، ده بالاضافه ل3 جرعات من طعم شلل الاطفال بالحقن سلك عند 2 شهرين و4 اشهر و6 اشهر. بالاضافه للجرعات الروتينيه اللي احنا اتكلمنا عليها دي، وزاره الصحه بتنفذ سنويا، بتقوم بحمله قوميه سنويا لتطعيم جميع الاطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على ارض مصر والمقيمين بمصر من عمر يوم حتى 5 سنوات للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال باستخدام الطعم الفموي سيبن، وده الهدف منه هو رفع الحاله المناعيه للاطفال اقل من 5 سنوات، وايضا رفع المناعه بين الاطفال الوافدين من البلاد اللي بيتواجد بها سريان لفيروس شلل الاطفال. وده الهدف منه الحقيقه استمرار الحفاظ على مصر خاليه من مرض شلل الاطفال. وزي ما حضرتك قلتي تقرر تنفيذ الحمله هذا العام بدايه من يوم 28 فبراير ولمده 4 ايام تنتهي في 3 مارس. الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بتستهدف جميع المحافظات، 27 محافظة إن شاء الله هتبدأ في توقيت واحد من يوم الأحد، هتبدأ من الساعة 8 صباحا توقيت مواعيد الحملة للساعة 8 مساء. هيتم تنفيذ الحملة بفرق متحركة وفرق ثابتة. الفرق المتحركة هتتم من شقة لشقة، والهدف من ده هو الوصول لجميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بعموم الجمهورية، بالإضافة لتواجد فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكنية زي الأسواق ومحطات القطارات ومحطات الأتوبيس والنوادي وأمام المساجد والكنائس. الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال مجانا للمصريين والغير المصريين. وعايز هنا أوضح نقطة مهمة جدا، وهو استكمال الطفل لجميع جرعات التطعيمات الروتينية لا يغني عن التطعيم بالحملة القومية. بمعنى أنه النهاردة لو طفل واخد كل التطعيمات الروتينية ولي أمر قلنا خد لا، أنا بأوهيب بالسادة أولياء الأمور أن هم يسرعوا ويطعموا أولادهم في الحملة القومية. التطعيمات الروتينية حاجة والحملة القومية حاجة تانية، لازم الكل يسارع ويطعم ابنه في الحملة القومية. بالطعم في أي مكتب صحة على مستوى الجمهورية من أسوان لإسكندرية مسموح له حتى أثناء التطعيمات الروتينية، كمان مش في الحملة وبس، حتى أثناء التطعيمات الروتينية من الحق أنه هو يتوجه لأي مكتب. إحنا بيمنع تطعيم الأطفال المصابين بأمراض نقص المناعة الأولية أو الأطفال اللي بيتم علاجهم بالعلاج الكيماوي أو الإشعاعي ومرضى السرطان والأطفال اللي بيتعالجوا بالكورتيزون. وعندنا برضو بعض الأطفال اللي عندهم أعراض برد أو رشح أو ارتفاع في درجة الحرارة بيتم تأجيل التطعيم لحين زوال العرض. المضاد الحيوي ملوش علاقة بالتطعيم تماما، ياخد الطعم بتاعه عادي جدا. هل يجب التوقف عن الرضاعة قبل التطعيم؟ يمكن تطعيم الطفل قبل أو بعد الرضاعة مباشرة، ملوش علاقة بالرضاعة. كل من هو على أرض مصر من عمر يوم ل5 سنوات، سواء جاي من الخارج سواء مقيم، كل من هو على أرض مصر سواء مصري أو غير مصري من عمر يوم ل5 سنين يطعم في الحملة. أنا الحقيقة بوجه رسالة للسادة أولياء الأمور بالمبادرة وبالإسراع في تطعيم أولادهم من عمر يوم لخمس سنوات في بالتطعيم في الحمله القوميه لشلل الاطفال، لان دي الحقيقه من الحاجات المهمه جدا. وزي ما احنا عارفين النهارده الوضع الوبائي العالمي انتشرت فيه الامراض المعديه والاوبئه، واحنا عشان نحمي اولادنا الحكومه النهارده ممثله
في القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي الأستاذة الدكتورة هالة زايد معالي وزير الصحة بيقوموا بكل ما يمكن عمله لحماية أولادنا وحماية أطفالنا وحماية المصريين من شر الأوبئة ومن شر الأمراض.